يا جماعة تكونوا بخير، وحشتوني جدا. تعالوا بقى النهاردة هنحضر مع بعض فطيرة بسيطة وسريعة ومغذية في نفس الوقت للأطفال وللكبار، طعمها في منتهى الجمال لأن كل الحشوة اللي فيها مغذية جدا جدا، وهي ذات نفسها بدون عجن ولا وقفة كتير في المطبخ هتقدري تحضريها. حضريها بقى للفطار أو للعشاء. أول حاجة هبتدي بيها وهي الحشوة. عندي هنا حباية واحدة من البطاطس هقشرها، وبعد كده هقطعها مربعات وهسيبها تتسلق. هجيب هنا بولة للعجينة بتاعتنا، هنحتاج كوباية من الدقيق، عليها نص معلقة صغيرة من الملح، وهنعجنها بالحليب. انا مش هقدر اقول لكم على كمية الحليب لان كل دقيق بيختلف عن التاني. هي خدت معايا ربع كوباية من الحليب، ضفت عليها كمان يعني اعتبر 3-4 معالق كده من الزيت، مش اكتر ولا اقل، بس العجينة تتلم معايا. شايفين؟ طبعا لو حضرتك عاوزة تضعفي الكمية هتضعفي كمية الدقيق. بعد كده سلقت البطاطساية ديت وابتديت ان انا اهرسها بالشكل ده. حطيت كمان قطعتين كده من الزبدة لان الزبدة طبعا بتديها طعم حلو جدا هيفرق معاكم. بقلبها وببتدي احط لها التوابل اللي هي عبارة عن كمون، معلقة صغيرة من البابريكا وملح فقط لا غير، ما بحطش توابل تاني. عاوز تضيف التوابل فبراحتك خالص. حطيت كمان شويه من البقدونس وببتدي اقلبها مع بعض كده. الحشوه بتاعتنا معانا جاهزه. نيجي بقى للعجينه بتاعتنا. حط برضو شويه جبنه موزاريلا كده لحشوه البطاطس عشان تديها طعم، وهنركنها على جنب. نيجي بقى نعجن العجينه. يلا بينا نشوف هنعجنها ازاي. بعد ما سبتها ترتاح ببتدي ان انا افردها. كل ما تسيبوها ترتاح كل ما تتعبناش في فرد العجينه. خلي بالكم دي مش داخلها خميره، فلازم العجينه ترتاح اقل حاجه نص ساعه. بعد كده بقى بنحط الحشوه بتاعتنا بعد ما فردناها كده طبقه مش رفيعه قوي ولا سميكه قوي عشان متقطعش طبعا مننا. ببتدي بقى احط الحشوه بتاعتنا معاها شويه من الكاتشب او صلصه البيتزا. انا هنا حطيت لها صلصه البيتزا، ولكن لو متوفر عندك كاتشب مفيش اي مشكله. حطيت لها كمان شويه جبنه موزاريلا. هنا بقى خدتها على الطاسه وحطيت عليها مكعب من الزبده، وابتديت ان انا احطها على نار هاديه عشان تقدر تستوي معايا الفطيره من بره وتدينا اللون دوت، وتبقى سامعين صوت الكريسبي قد ايه هي ريحتها وطعمها يا جماعه في منتهى الجمال. حشوه اقتصاديه وبعدين تغيير، تقدري تحضريها بقى في اي وقت للعشاء للفطار السريع، اي حاجة تقدري تحضريها فيها. شايفين بقى شكل الحشوة كده رهيبة يا جماعة، كمان خفيفة جدا جدا. نقدر كمان نديها للولاد الصبح في اللانش بوكس كده للمدرسة، مغذية طعمها في منتهى الجمال بجد، هتعجبكم جدا. اتمنى وصفة النهاردة تعجبكم. اسيبكم في رعاية الله.